السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو الأفضل إن أنا أشغل الكاميرا ولا زي ما تحبي يا دكتورة، يعني we are flexible. أهلا بك. أهلا بحضرتك. طيب تمام، هجربي الكاميرا، اعملي تست. أوكي مفيش مشكلة كده، كويس. واضح كده. اهلا بك. طيب اهلا بحضرتك، تشرفت بيكي جدا وسمعت عن حضرتك كتير، وكل الناس يعني كذا حد سألني تعرفي مين منين دكتور شيرين، فقلت له لا والله دكتور احمد اللي يعرفه الصراحة، يعني لا اهلا بك. فرصة سعيدة ان انا قابلت حضرتك. اهلا بك دكتور احمد. ممكن نعمل تيست على الصوت دكتور احمد؟ احنا مش سامعين حضرتك. السلام عليكم، ازي حضراتكم جميعا كده؟ لا كويس تمام. الصوت واضح، الصوت تمام. اهلا بك يا حضرتك، عامل ايه؟ اهلا بك، اهلا بحضرتك. يا رب كلكم بخير يا رب. طيب احنا هنبدا عشان احنا طلعنا لايف، ف الناس بتدخل معانا. الاول طبعا بنشكركم على تشريفكم لينا النهارده، ده الويبينار بتاعنا رقم 94. احنا طبعا بنعتذر للاودينس ان الاسبوع اللي فات ما كانش فيه ويبينار عشان كنا مشغولين في المؤتمر بتاعنا بتاع سبلاي تشين. بنشكر كل الناس اللي تابعونا وكانوا معانا في الكونفرنس. احنا النهاردة الويبينار خاص بالتحديات والحلول لكفاءة الطاقة energy efficiency. طبعا احنا كل الشركات النهاردة في الفيلد بتاعنا بتاع الاوبريشن اكسلنس، تحسين السبلاي تشين، تحسين الاوبريشنز، تحسين productivity، دايما كده عندنا بند اسمه energy، وده بيدخل دايما في الكوست بريك داون بتاعنا. والحتة دي في شركات كتيرة بتبقى فيها improvement opportunities حلوة جدا جدا، اوكي، وخاصة مع التطور في العالم دلوقتي خلى كل الدنيا بتفكر بطريقة ديفرنت. النهارده في ستاندردز جلوبال لازم تلتزم بيها الشركات، سستينابيليتي في الدول في العالم. كان الاسبوع اللي فات في الكونفرنس كانوا دوجلاس كانت بيتكلم على سستينابيليتي ستاندردز اللي موجوده والامريكا بتتبعها، ودول العالم دلوقتي والشركات الكبيره بتدور عليها. كان احد السبيتشز كانت شركة شنايدر، وكانوا بيتكلموا هم ازاي بيطلبوا من خطوط الشحن انها ملتزمة بمعايير الطاقة والسستينابيليتي. فالانرجي هي طول عمرها موجودة وطول عمرها مهمة، فعشان كده احنا النهاردة بنشكر دكتور احمد سلطان ودكتورة حسناء على موافقتهم ان هم يشرفونا وان هم تشير their knowledge معانا النهاردة ويدونا experience حوالين التشالنجز والانرجي efficiency وايه السولوشنز، لان دي حاجه مهمه لينا كلنا. فانا بتشرف طبعا بيكي يا دكتوره، وبتشرف بيكي يا دكتور انكم معانا النهارده. اهلا بحضرتك يا باشمهندس شيرين، وطبعا احنا سعداء ان احنا نبقى مع حضرتك النهارده. طبعا الجميل الاسبوعي اللي كتر خيرك على النولج اللي انت بتنشريها للناس يعني. وبشكر حضراتكم جميعا على وقتكم، انكم يعني خدتوا شويه جزء من وقتكم علشان تسمعونا. طبعا هأيد كلام المهندسة شريط، طبعا ان موضوع الطاقة بقى من الموضوعات يعني الحساسة قوي، واللي هي بتأثر في الشركات بشكل اساسي. يعني في شركات كتيرة هتبقى محتاجة يا دكتور، لان مش كل الناس تعرفك، وخلي الدكتورة حسناء برضو تعرف نفسها وبعد كده نبدأ. طيب يا دكتور، حاضر. أنا دكتور مهندس أحمد سلطان هاشم، بشتغل دلوقتي مع زملاء في شركة سينرجي كونسلتانسي، وكنت قبل كده بشتغل مستشار لوزير الإنتاج الحربي لشؤون المشروعات في المشروعات، وكنت قبلها بشتغل في رئيس قطاع مراقبة وضمان الجودة، وقبلها كنت بشتغل في هيئة المواصفات، كنت مسؤول عن المشروعات الدولية يعني، وقبلها كنت بشتغل شوية في شركة اسمها بيجاس انترناشونال، قبلها كنت بشتغل في ماك كاربت. يعني عندي شويه اكسبيرينس كده في الصناعه اللطيفه يعني، زي دلوقتي احنا كونسلتنت لمجموعه من الايه من انا كونسلتنت لمجموعه من الشركات يعني. طيب هسيب الفلور للدكتوره حسناء تعرف نفسها وبعدين ابدا بعدها.
افتح المايك عشان المايك مقفول يا دكتور. اتفضلي يا دكتورة. تمام، هو دكتور احمد بس نسي يقول ان هو استاذنا كلنا يعني، ومن الناس اللي علموا اجيال وعلموا ناس كتير قوي جودة وحاجات كتير يعني اتعلمناها منه. انا دكتورة حسناء حاتم، انا بشتغل في مجال الانرجي افيشنسي والانرجي مانجمنت سيستم من 2014، مش يعني يعني فترة كويسة حبة كويسين يعني. اشتغلت كونسلتنت لمصانع وال يعني سواء في مجال الاندستري او في مجال الاد بيلدينجز يعني، اشتغلنا مع شركات كتير في مجال الايزو 50001 والانرجي مانجمنت سيستم. الحمد لله سيرتيفايد من اليونيدو في ك انرجي مانجمنت سيستم سيرتيفايد، وسيرتيفايد في الكومبريسد اير سيستم اوبتمايزيشن وفي الموتور سيستم اوبتمايزيشن. فيعني بنحاول ان احنا نشارك الخبرة اللي احنا تعلمناها ونقدر نوصلها للناس، وطبعا كونسلتنت لشركة سينرجي، وبنحاول ان احنا نعمل خدمة كويسة للكلاينتس بتاعتنا والعملاء بتوعنا يعني الحمد لله. دكتور احمد اعمل شير. تمام. طيب هل كده الشاشة واضحة عند حضراتكم؟ الشاشة واضحة. تمام. دكتور أحمد هيبتدي طبعا. طيب أنا هبدأ أتكلم باختصار شديد. كفاءه الطاقه اللي هتتكلم عليها بعد شويه انا والدكتوره حسناء تاني هي بنفس الكونسبت اللي بيتكلموا عليه دايما، بنتكلم في اللين احنا عاوزين نرموف الويست، برضه نفس القصه هنا نتكلم على عايزين نرموف الويست في الانرجي. فاحنا بنقصد هنا زي ما بنقول في اللين كده يعني هنا برضو عايزين نستخدم طاقه اقل لتقديم الخدمه نفسها. طيب الفكره او البرودكت نفسه، الفكره نفسها كفكره مش مختلفه كتير عن الشغل بتاع يعني مش مختلفه كتير عن الفكر بتاع اللين، وهنشوفه دلوقتي مع الدكتوره حسناء. في الاول احنا هنتكلم بشكل مختصر وبشكل سريع عن الشركه بتاعت سينرجي وايه اللي احنا بنقدمه، وبعد كده هنعمل اوفر فيو على الانرجي افيشنسي والايزو 50001. مش هنتكلم عليها بنفس الاطار بتاعت في النورمال الناس بتتكلم على الايزو ان هو بيتكلم على ميشن وفيجن واستراتيجي، الكلام ده كلام جميل جدا ومحترم وبنحتاجه، بس احنا هنتكلم هنا هنروح ناحيه البروسيس اوبتمايزيشن، ازاي هنعمل للكمبريسور اوبتمايزيشن، ازاي هنعمل للبامب اوبتمايزيشن، ازاي هنعمل للموتور سيستم اوبتمايزيشن، ازاي هنقدر نساعد ان احنا نعمل بروسيس اوبتمايزيشن، وبعد كده نخش نبقى عندنا سيستم اوبتمايزد كله، نقدر بعد كده كمان نسبورت ان احنا نركب بي في بانلز او نستعمل سولار سيستم سواء كانت هيتنج سولار سيستم او بي في بانل سيستم. هنتكلم بعد كده على شويه او جزء مهم قوي خاص الدكتور حسناء هتتناوله بالتفصيل، بيتكلم على السيفنج اوبورتيونيتيز، نعمل ايه مع اللايتنج، نعمل ايه مع الكومبريسد اير، نعمل ايه مع الستيم اللي خارج من البويلر، هتتكلم بالتفصيل على القصه. اتفضل يا دكتوره. طيب احنا كشركه او سينرجي كشركه كونسلتيشن، تمام، بتشتغل في الطاقه وفي البيئه وفي الجوده وفي الانفورميشن سكيورتي، ومينلي بنشتغل في الانرجي مانجمنت سيستم سوليوشن. وقدمنا الكلام دوت من الشركه اتنشأت 2018 وعملت لحد دلوقتي حوالي 30 بروجكت وانيشيتيف في الديفرنت سيكتورز بقى، اشتغلنا في الجاز اند اويل، اشتغلنا في الكونستراكشن، اشتغلنا في البتروكيميكالز، اشتغلنا في الأسمدة، اشتغلنا في كل التفاصيل التانية. ماشي يا دكتور. طيب هو في ميزة احنا موجودة في سينرجي مش موجودة في مكان تاني، اللي هي ان احنا عندنا الفيرست هاند نوليدج، لان الناس اللي في الشركة اعضاء في الايزو كوميتي اللي بتطلع المواصفة بتاعت الايزو 50001، ده بالنسبة
للطاقه، وبالنسبه لبقيه الايزوس ستاندرد بنفس القصه. احنا فعلا اعضاء في اللجان الدوليه اللي بتشتغل في نفس في المواصفات دي بالذات. ماشي اللي بعدها دكتور. طيب السيرفيس اللي بنقدمها كونسلتيشن وتريننج في الانرجي افشنسي وفي الكواليتي وفي البروجكت مانجمنت والهيلث اند سيفتي والانفايرمنت. اللي بعدها. طيب التريننج اللي موجود في الايزو 50001 بنتكلم على الانرجي مانجمنت سيستمز، بنتكلم على الانرجي بيرفورمانس البيز لاين والايفالويشن والميجرمنت بتاعت الديفرنت تايبس اوف انرجي. بنتكلم الايزو 50001 ايه المصانع اللي لازم انها تحصل عليه غير الاسمنت وكده، ولا في صناعات معينه لازم تاخد الشهاده دي؟ هو بقى ترند دلوقتي موجوده مش مهندسه للناس كلها بدات تاخد تروح ناحيه انها ياخدوا الشهاده بتاعت الايزو 50001. يعني مثلا وزير البترول من فتره نزل ان كل الشركات بتاع الجاز اند اويل لازم تتطابق مع المتطلبات بتاعت ال 50001، فكل شركات الاويل اند جاز دلوقتي كلها بتدور على موضوع ال 50001. طيب بره في اوروبا بدا يبقى في ترند ان مش هقبل منتجات من شركات اللي ما بتكون بتراعي الجانب اللي حضرتك بتتكلم عليه، موضوع السستينابيلتي. السستينابيلتي ده بيتمثل في ايه؟ في ان احنا بنتكلم يا في طاقه، يا اما في ووتر، يا اما في انفايرمنتال ايشوز. دول الثلاثه دايمنشن اللي بيتكلم عليهم في اوروبا دايما في السستينابيلتي، فبقت واحده من الحاجات المهمه اللي بتقول ان الشركه عندها انرجي سيفنج سيستمز. تمام. بعد كده بنتكلم كمان في الشركه على الانرجي سيستم اوبتمايزيشن تكنولوجيز. عندنا موضوع من الموضوعات المهمه اللي هو البروفيشنال انرجي مانجر، وده من الشهادات اللي بقت مطلوبه بشكل اساسي في السوق في مصر وبره مصر بشكل كبير. اللي بعده دكتور مفضل. برضه بنشتغل في موضوع المانجمنت، بنشتغل في الريسك مانجمنت، بنشتغل في كل السوفت سكيلز، في الروت كوز، في الاستراتيجيك بلاننج، في الكي بي اي بروفيشنال، في السيرتيفايد بروفيشنال مانجر، في البرودكتيفيتي والافكتيفنس. في الكواليتي بقى في النورمال بتاع الكواليتي 9000 وال 14000 وال 45000 وال 17000 25000 واحد زائد الكواليتي تولز بقى الديفرنت كواليتي تولز اللي بنستخدمها. كمان عندنا شقين نوعين من او ثلاث انواع من التريننج المتخصص، ناس بتاع الماليات والاستثمار، في ناس بتشتغل في الكيميكال انجينيرنج وبتشتغل في البنز. الكاستمرز او الناس السكسس ستوريز اللي اشتغلوا معانا وعملنا معاهم سيفنج بشكل قوي الفترة اللي فاتت كانت فودافون وكارجاز وحلوان للأسمدة والسويدي وإيكم وموبيكا وسيتي جلاس والحكمة. ماشي اللي بعدها دكتور. هل ممكن تشرحوا عملتوا إيه مثلا مع فودافون مع كل شركة من دول؟ ممكن نتكلم بشكل سريع. مع فودافون كشركة بتاع التلي كوميونيكيشن، هم بيشتغلوا مينلي في يعني مينلي شغلهم كله داتا سنترز وسويتشز وهبات ومجموعه من التولز. فبدانا نشتغل معاهم في ان احنا نعمل لهم انرجي مانجمنت سيستم، وكملناها بمجموعه من السيفنج بروجكتس، فعملنا سيفنج تقريبا يقرب من 3% من الاستهلاك بتاعهم في الكهرباء. يعني ده من خلال مجموعه من المشروعات اللي اشتغلنا فيها فعلا مع الناس بشكل حقيقي هاند باي هاند. يعني من اول المبنى في المباني بتاعتهم اللي هي الحاجات الادمنستريشن، هم عندهم السيستم في كل شركات التلي كوميونيكيشن بيبقى عباره عن سويتش او بيبقى عباره عن 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 اول جزء الداتا سنتر عليه مجموعه من السويتشات دي. في فوق المبنى حاجه اسمها هاب، الهاب متوصل بمجموعه من الاكسس بوينت اللي احنا بنشوفها في الشوارع. فاحنا اشتغلنا معاهم في كل الاماكن، اشتغلنا جوه المبنى واشتغلنا في الهبات واشتغلنا كمان معاهم في الاكسس بوينت اللي هم اشتغلوا عليه. تمام. واشتغلنا برضو كذلك مع السويدي، اشتغلنا مع ايكم، اشتغلنا مع شركه حلوان الاسمده، عملنا معاهم قصه يعني سكسس ستوري كانت حلوه جدا في كل الخطوط اللي جوه الشركه سواء كانت يوريا او امونيا. ماشي اللي بعدها دكتوره. بس
حابة أضيف بس حاجة، إنه بالفعل الفودافون أخدوا الشهادة 50,000 واحد، وإكمي برضو خدوا الشهادة الحمد لله، وفي شركات كتير يعني خلاص حجزوا الميعاد بتاع الأوديت، وإن شاء الله إن بروجرس إن هم ياخدوا الشهادة إن شاء الله. طيب انا هتكلم بقى بسرعه، انا هبدا اتكلم شويه بشكل بقى اساسي في الموضوع بتاع الويبينار، اللي زي ما كنا الهدف من موضوع الطاقه باختصار شديد ان انا عاوز استخدم طاقه اقل لتقديم نفس الخدمه او نفس المنتج. تمام، وده بنعمله من خلال بقى ان احنا بنعمل حاجتين. احنا بنعمل بروسيس اوبتمايزيشن بشكل معين، مع البروسيس اوبتمايزيشن اللي بنعمله وبنقلل استهلاكاتها في الطاقه بنحط مانجمنت سيستم عشان يبقى الموضوع ده بيحصل بشكل سيستماتيك. ممكن يا دكتوره اول جزء؟ السؤال اللي محتاجين نساله نفسنا قبل ما نبدا ونشتغل، هل فعلا احنا في الشركات وفي المصانع بتاعتنا عندنا انرجي لوسز ولا لا؟ خلينا نبص كده على الصور اللي قدام حضراتكم على الشاشة. الصورة أو الجزء الأولاني دوت بتاع طريق، الدنيا ليل وكل اللوند والكهرباء اللي عليه قايدة ومفيش حد بيتحرك على الكوبري. هل ده له حل إن احنا نوقف اللوسز دي ولا ملوش؟ أكيد له حل. يعني مثلا الناس بتمشي على الطرق والكباري دي بالليل مش زي الصبح، مش زي بالليل قوي. تمام، وبالتالي ايه المانع ان مثلا يتحط موشن سنسور في اول الكوبري، اول ما عربيه تبدا تعدي الكهرباء تقيد، بعد ما العربيه تخلص الكوبري الكهرباء تطفي في حالات الاوقات اللي هي الليل اللي زي كده. الصوره اللي بعدها بشكل واضح احنا عندنا مخزن كبير فيه كميه اضاءه كتيره جدا، وفي نفس الوقت عندي فيه السقف مسدود من فوق. هل ما كانش فيه امكانيه ان احنا نعمل شويه شبابيك فوق كده ونقلل من كمية الكهرباء وكمية اللمبات اللي موجودة دي؟ أظن دي أفكار أو حاجات صغيرة يعني. هل وحضرتك ماشي في الشركة أو في المصنع ما أنت ما بتسمعش صوت الهواء بتاع الكمبريسور بيسرب وبينفس في أي مكان؟ هل مش من السهل إن احنا نعمل أيزوليشن ونقفل العزل ده ونقلل الليكج اللي بيحصل بتاع الهواء دوت؟ طب وحضرتك برضو ماشي في الشركة أو في المصنع، حضرتك ما شايف في بخار بيترمي في الجو، طب هل برضو مش سهل ان احنا نقفل النقط بتاعت البخار دي ونقفل الكلام ده؟ تالي من الموضوع سهل. هل حضرتك ما يبقاش زي ما حاطين الصوره اللي في اليمين تحت على الشمال ده بالنهار وفي عز النهار والكشافات بتاعت الاضاءه بتاعت الشركه ممكن تبقى شغاله بشكل او بتاني بشكل او باخر يعني. ممكن اللي بعدها يا دكتوره؟ طيب لما بنيجي نتكلم يا جماعه على الانرجي بيرفورمانس امبروفمنت، احنا بنتكلم بشكل اساسي على ثلاث مكونات. يعني عشان اعمل انرجي بيرفورمانس امبروفمنت، تمام، انا بتكلم على ثلاث مكونات اساسيه. اول مكون فيهم اسمه الانرجي افشنسي، الثاني الانرجي يوز، الثالث الانرجي كونسومشن. طيب ايه الفرق بين الثلاثه؟ احنا دايما عندنا خلط ما بين استهلاك الطاقه او الانرجي يوز والانرجي افشنسي. لا، هما في فرق والاثنين دايمنشن باخدهم معايا في الاعتبار. فلو بنتكلم على سبيل المثال على اول جزء اللي هو الانرجي افشنسي، فانا بتكلم كلمه افشنسي في الغالب احنا كلنا عارفينها ان هي بنتكلم على اوتبوت ديفايدد باي انبوت. طيب هو انا هاخد كام منتج كميه، يعني هاخد كام طن منتج في اخر الخط وهستهلك عليه كهرباء قد ايه؟ يعني محتاج ابص على القصه دي. طيب هي بتختلف في ايه؟ بتختلف من تكنولوجيا لتكنولوجيا؟ بتختلف من تكنولوجيا لتكنولوجيا. بتختلف من طريقه تشغيل لطريقه تشغيل؟ بتختلف من طريقه تشغيل لطريقه تشغيل. طيب وبالتالي من المهم قوي ان انا اعرف الدايمنشن ده او البعد ده يبقى واضح قدامي اللي هو اسمه الانرجي افشنسي. انا بنتج على سبيل المثال كام طن امونيا وبستهلك قصاده كام كيلو وات اور، بنتج كميه كام ثلاجه وباخد قدام وبستهلك كام كيلو وات اور قدام الثلاجه اللي انا بنتجها، بنتج كام تكييف وبستهلك قدامه كام كيلو وات اور. طيب وبالتالي لما انا باجي اشتغل على البعد بتاع الانرجي افشنسي بقول ان انا عاوز ابروديوس مور وذ ليس، عاوز انتج كميات اكتر واستهلك طاقه اقل. طب ده هيحصل ازاي؟ هيحصل
عن طريق ان انا ابص على التكنولوجي، هل التكنولوجي اللي موجوده هي فعلا تكنولوجي انرجي سيفنج ولا مش انرجي سيفر. طيب بعد كده هبص على حاجه تاني، تاني مكون في عشان اطور الانرجي بيرفورمانس اللي هو بيتكلم على الانرجي يوز. طب الانرجي يوز هنا انا ببص بشكل اساسي على الهيومن بيهافير، تمام، وببص بشكل اساسي على الابلكيشن اللي انا بستخدم فيه الطاقه. عندي على الخط فيه فنتليشن، طب هو انا بطلع كميه الهواء المفروض اطلعها ولا في الفنتليتور بطلع اكتر من المفروض اطلعه، وبالتالي بعمل يعني بعمل اوفرلودنج على التكييف، هل اللايتنج اللي انا مستخدمه هو المناسب ولا المفروض يبقى اقل او اكتر من كده، الهيتنج والكولينج والترانسبورتيشن اللي انا بستخدمه جوه المكان هل هو المناسب برضو ولا المفروض يقل او يزيد عن كده. باجي بعد كده ببص على الانرجي كونسامشن، ده تالت دايمنشن بستخدمه، هو بتكلم فيه بشكل اساسي بروح ناحيه الكوانتيتيف بقى، عاوز اشوف الفاتوره بتاعتي شكلها ايه، هل هي فعلا بالقيمه المناسبه وبالرقم المناسب المفروض ادفعه ولا هي بعيده قوي. طب هو الناس اللي بره اللي هو الانترناشونال بيست براكتس، الناس دي بتدفع نفس القيم اللي انا بدفعها وبتستهلك نفس الاستهلاكات ولا الدنيا بعيده؟ فده بيديني نوع من الكوانتيتيف اناليسيز. يعني ممكن اللي بعدها يا دكتور. طيب عشان اقدر اظبط الثلاثه دايمنشنز اللي اتكلمنا عليهم قبل كده، عشان ارفع البرفورمانس امبروفمنت، عشان ارفع اعمل انرجي بيرفورمانس امبروفمنت، انا محتاج ابص او افهم يعني ايه انرجي مانجمنت سيستم. انرجي مانجمنت سيستم بمنتهى البساطه انا بعمل ببص على الطاقه بشكل مستمر، يعني انا النهارده قدرت اعمل بروسيس اوبتمايزيشن وبصيت على الطاقه بشكل واضح، وبقى عندي شايف الطاقه بتاعتي بشكل اساسي شكلها ازاي واستهلاكها شكله ايه، وكل مره ببص عليها بدور على امبروفمنت، النهارده بكره احسن من النهارده. انما لو عملت شويه امبروفمنت وبعدين وقفت خلاص هيرجع الوضع، هيحصل ديتوريشن وهرجع زي ما كنت بالظبط. وبالتالي الجماعه دايما بتوع الجوده بيتكلموا على البيديكا سايكل، بلان دو تشيك اكت، بلان اعمل بلان كويسه، هشغل الطاقه جوه الشركه ازاي، وهعمل سيفنج اوبورتيونيتيز ازاي، هنفذ السيفنج اوبورتيونيتيز، هقف مع نفسي بعد شويه اشوف انا حققت فعلا البلان اللي كنت عامله ولا لا، حققته كويس هكرر الدنيا وهظبط نفس الامور، ما حققتوش هقف اعمل كوركتيف اكشن واشوف انا محتاج اعدل ايه. ماشي. طيب احنا عندنا البنفيتس والادد فاليوز اللي بتحصل من انرجي مانجمنت، عندنا نوعين من البنفيتس، يا اما انرجي افشنسي بنفيت يا اما نون انرجي افشنسي بنفيت. طيب الانرجي افشنسي بنفيتس اللي موجوده عندنا ان احنا حافظنا على الفلوس بتاعت حافظنا على الفلوس بتاعت الشركه، رقم اثنين والاهم الكوست بتاع البرودكشن نزل، رقم ثلاثه زودت الموثوقيه في الاوبريشنز اللي عندي، رقم ثلاثه بقى ورقم اربعه والمهم قوي ان انا قدرت اساعد او احسن الصوره التنافسيه بتاعت الشركه. طيب عندي الفاينانشال والايكونوميكال، يعني دوت زي ما بيقول كده بشكل مبسط، كل سنت بوفره في الطاقه هو بيمشي على طول للايه؟ للارباح، وبالتالي بيحسن شكل الوضع الاقتصادي للشركه. طبعا زي ما كلنا عارفين ان اسعار الطاقه عماله كل يوم والتاني بتتغير، فكل ما الكميات اللي بستهلكها من الطاقه تكون اقل، كل ده ما هيخلي الايفكت بتاع التغير عليا هيبقى شكله اقل كتير. برضو بتدي ان انا بعمل انيشيشن كتيره لموضوع الامبروفمنت، انا بقعد بفضل وانا بدور كده ببص على 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 الاوبورتيونيتيز اللي جوه الشركه وببص عليها، اما بحط الانرجي دايمنشن معايا ببص الاقي نفسي دايما لاقي في عندي فرص بحسن وبظبط فيها البروسيس. يعني على سبيل المثال لو انا عندي فرن والفرن ده راكب عليه مروحه والمروحه دي شغاله بار بي ام معين، لو انا جيت بقى يعني الراجل بتاع الصيانه بيريبليس المروحه فما اهتمش بالار بي ام بتاع المروحه انها تتظبط على نفس الار بي ام القديمه، ده عمل لي زودها شويه، ده عمل لي استهلاكات زياده في الكهرباء وعمل لي افكت تاني على الكواليتي بتاع البرودكت. فدايما الانيشيشن بتبقى بتاعه الطاقه ليها ريفلكت في الكواليتي وليها ريفلكت في الانفايرمنت وليها ريفلكت تاني في الهيلث اند سيفتي.
من البعديه يا دكتور. طيب غير الانرجي بنفيتس اللي اتكلمنا عليهم اللي فاتت، في نون انرجي بنفيتس موجوده، ان دايما ده سيستماتيك ابروتش. خلاص عودت ان انا في موضوع الطاقه ان في سيستماتيك ابروتش، ان انا ببص عندي بلان، ببص بنفذ البلان، بعد ما بنفذ البلان بتاعتي بتشيك انا نفذتها صح وباخد اكشن وبشتغل بنفس السيستم، هيخليني برضو بنفس الابروتش اشتغل في بقيه الحاجه ده، لان بقت غير قدر يغير في الكالتشر بتاع الشركه، بدات الناس تتكلم بنفس الموضوع وبنفس السيستماتيك ابروتش. طيب واحده من الحاجات المهمه ان من غير المانجمنت ما تفوكس معايا على الموضوع بتاع الطاقه مش هينجح، وبالتالي هتلاقي محتاجين المانجمنت فوكس معايا على بقيه الموضوعات وبقى ابروتش. الموضوع بتاع الطاقه ما بينجحش وما بيحققش نجاحات الا من غير انك تعمل تريننج للناس. محتاج اعمل للجماعه بتوع الصيانه تريننج في حاجات معينه، محتاج اعمل بتوع البرودكشن تريننج تاني، لو هعمل انرجي تيم في الشركه محتاج اعمل لهم تريننج تالت، وبالتالي كل الكلام ده في الاخر بيسمع ان بقى في اوبليجيشن، لان الناس عشان نطور اي منطقه في الشركه او نطور اي سكوب لازما يبقى في نوع من التريننج ونوع من الاويرنس، وبالتالي ده بيعمل امباكت على الاوبريشن، وبيعمل امباكت على الكوبريشن ما بين الاقسام وبعضها، وبيحسن برضو شكل الكوميونيكيشن. والافضل من كده بقى ان ده كله بيسمع في الاخر ان يبقى عندي بيهافير تشينج. لو سمحت لما نيجي نتكلم، لما تخرج من مكتبك اطفي النور، فده نوع من البيهافير تشينج. لما تطلع من على المكنه وفي منطقه فيها اضاءات كبيره، لو سمحت افصل الاضاءات اللي موجوده جنبك. لو سمحت المكنه بتاعتك لو سمحت قبل ما تمشي من عليها، لو انت موقفه فترات البريك افصل الكهرباء خالص، عشان وهي في وضع الستاند باي ده بتستهلك كهرباء. And so on. يعني هتلاقي في البيهيفير بتاع الناس حصل تغيرات كبيره. تمام، شكرا يا دكتور احمد. اتفضلي يا دكتور احمد. انا بشكر حضرتك. اتفضلي. الاول هو انا كنت شفت حد ريز ذا هاند، في حاجه اقدر اقولها او انا او دكتور احمد قبل ما ندخل على البارت ده؟ هو في كيو ان اي، لو ممكن حضرتك في كيو ان اي، في حد بيسال what is the most energy consuming sector and what is the highest energy consumed system in Egypt and worldwide. طيب هو طبعا اكتر سيكتورز كونسيومينج للانرجي طبعا السيكتور بتاع الاسمده، السيكتور بتاع الحديد والصلب، السيكتور بتاع صناعات الزجاج، السيكتور بتاع البتروكيميكالز، كل دي اكتر اربعه سيكتورز بيبقوا كونسيومينج للانرجي، ودول اكتر سيكتورز يعني حققوا نجاحات كويسه قوي في الانرجي سيفنج، لما يعني دول ابتدوا يعني بقى لهم في الشركات معروفه ان هي ابتدت في المجال ده وبقوا ليد في الموضوع ده، فدول حققوا فعلا سيفنج، وصلت لدرجه ان انا لسه كنت بشوف داتا بتاعت شركه فكانوا محققين، هم ابتدوا في 2014 حققوا سيفنج as compared ب 2013 اللي هم كان ده البدايه بتاعتهم، تقريبا 30% من الكونسومشن، ودي شركه كبيره ومعروفه جدا في مصر. الهايست انرجي كونسيومينج سيستم كاندستري، هو كاندستري الكمبريس اير سيستم والموتور. الموتور عموما سواء كان الموتور ده متركب على بامب او متركب على كومبريسور او متركب على فان، دول اكتر حاجات يعني جنرالي ممكن الموتور يبقى على كونفيرز، ممكن الموتور يبقى على حاجات كتيره، بس هو مينلي الكمبريسورز ككهرباء، الكمبريسورز طبعا والبامبس، البامب يعني بيتهيألي حوالي 22%، والفانز بتيجي في المرتبه الثالثه. بالنسبه للغاز طبعا، هو طبعا البويلرز اكتر حاجه بتستهلك كغاز، طبعا هي الفيرنسز الحاجات دي كلها كاستهلاك للغاز. تمام، طبعا مهتمين بالطاقة المتجددة وبنشتغل فيها، ويعني ربنا يكرم، ولو حد حابب ان هو يعني يتواصل معنا تحت أمركم بإذن الله في آخر برزنتيشن الأرقام بتاعت الموبايلز والإيميلز.
هنخش بقى على الـ على البورت التاني. طبعا دكتور احمد لما اتكلم هل احنا بنعمل ويست، هو اتكلم على جزء صغير اللي هو كاكزامبل. بقى احنا طبعا خليني اقول حاجه بس مهمه، انه البرزنتيشن بس احنا مقيدين بالويبنار ان هو ساعه، فده بس هنعتبره ان هو اي اوبننج للفكره بتاعه الانرجي افشنسي والانرجي مانجمنت. لكن اكيد الموضوع ده لو اتكلمنا فيه، وفي اكيد يعني زملاء في المجال عارفين انه المجال الموضوع ده ممكن نقعد نتكلم فيه يعني فترة طويلة، ويعني it has never end، يعني ملوش آخر. يعني اللي بيخش في البحر ده بيفضل دايما متعطش ان هو يتعلم فيه اكتر ويعرف فيه اكتر. مين اللي هنتكلم دلوقتي على الـ energy efficiency او الـ energy management system pillars؟ دي الحاجات اللي هي يعني من وجهة نظرنا بنشوف ان هي اهم حاجة او اهم اعمدة، ما ينفعش ان انا اعمل performance improvement من غيرها. الاربع اعمدة دول هو طبعا التوب مانجمنت كوميتمنت، انه اول عمود مهم ان يكون في كوميتمنت من التوب مانجمنت. العمود الثاني اللي بنتكلم عنه هو عملية الانرجي بلاننج والانرجي اوديتنج، ان انا لازم اعرف ايه المعدات اللي عندي، استهلاكاتي ايه، ابتدي ادرس الوضع اللي عندي ايه، واقدر بناء على الوضع ده ابتدي اعمل الميجرمنت بتاعتي، اشوف الحسابات، اشوف المعدات اللي بتستهلك، وابتدي افكر ايه الانرجي سيفينج اوبورتيونيتيز ليها. العمود الثالث او البيلر الثالث هنتكلم على الامبلمنتيشن بتاعه الاكشن بلان، الفرص الاوبورتيونيتيز اللي طلعتها من الانرجي اوديت والانرجي بلاننج بروسيس، هبتدي انفذها. بلس طبعا ان انا ببتدي اعمل شويه اوبريشنال كنترول، اتحكم في العمليات بتاعتي، اعمل الصيانه، اتاكد ان العمليات عندي بتتنفذ بطريقه اوبتيمم ما فيهاش لوسز. طبعا العمود الرابع يبقى احنا هنتكلم على الانرجي بيرفورمانس ايفالويشن، او الـ هل انا مشيت صح، هل انا اجينست البلاند، هل انا حققت السيفنج ده ولا ما حققتوش، هل عندي ميتر، هل عندي عدادات بتقيس ده، لانه لو انا ماشي بلايند مش شايف انا كنت فين وبوصل فين، ما عنديش الايفالويشن بتاع البروجرس بتاعي. ومش بس في نهاية السايكل ده بيبقى ستيب وايز، كل ستيب لازم أطمن إن هي ادتني الانتندد اوتكم بتاعها، يبقى أنا مش بنتكلم إن احنا بنعمل سيستم مظبوط. هنتكلم بريفلي عن البيلرز دي. طبعا البيلر الأولاني بنتكلم على التوب مانجمنت، وأكيد إنه لما بيكون التوب مانجمنت هو اللي بيدي البوش ده بتاع الفوكس على الانرجي وعلى الانرجي كونسومشن، ده بيدي طبعا الليد باي اكزامبل، بيدي دفعه للناس، بيديهم سبورت، بيديهم طبعا، هو بقى اللي بيمضي على القرارات وبموافقات على الفرص وتشكيل تيم، متابعه الاي ان بي اي اللي هي الانرجي بيرفورمانس انديكيتورز، ومتابعه الفرص. فأكيد إنه التوب مانجمنت لو بقى engaged و visible في الموضوع بتاع الانرجي efficiency بيدي بوش كويسة جدا للسكسس بتاع المشروع. البلانينج بروسيس عبارة عن شقين، الشق الأولاني هو الجزء استراتيجيك، وده خاص بالريسك أناليسز وأشوف إيه المخاطر، وده مهم لأن أنا ما أقدرش في بعض الفرص أحيانا ما بيبقاش ينفع أن أنا أنفذها بسبب أنه في بعض الأوبستكلز اللي موجودة خاصة بالاستراتيجي أو خاصة بالمتطلبات القانونية. فلازم في الأول قبل ما ابتدي أعمل الانرجي بلانينج ببتدي أعمل الأول يعني حتة ريسك أناليسيس كده، أشوف إيه الاكسترنال والإنترنال إيشوز اللي بتأثر على الانرجي. الجزء الثاني في الانرجي بلانينج اللي هو الانرجي ريفيو أو الانرجي أوديت، ده اللي هو التكنيكال بورت،
وخلاصة الموضوع عشان طبعا الويبينار يكفي ان احنا نغطي كل التوبكس اللي بنتكلم عنها، هو عبارة عن ان انا بشوف ايه الانرجي سورسز اللي عندي، مصادر الطاقة بتاعتي، بشوف المعدات اللي بتستخدم مصادر الطاقة دي ايه، بشوف الفواتير والاستهلاكات بتاعت مصادر الطاقة دي، بناء عليها ببتدي ادرس الوضع عامل ازاي، اشوف انا فين، البيز لاين بتاعي ايه، اشوف ايه الفاكتورز اللي بتاثر على الكونسومشن، ابتدي اشوف ايه الميجرمنت اللي انا محتاجه اقيسها لو في ميجرمنت، ابتدي اشوف ايه هي الانرجي سيفنج اوبورتيونيتيز. وبمناسبه الانرجي سيفنج اوبورتيونيتيز ان شاء الله في جزء في البرزنتيشن زي ما دكتور احمد اتفضل وقال في الاول هنتكلم برضو كده كاي اوبننج، مش هنخش بتوسع قوي، بس هنبتدي نفكر انه في السيستم ده ممكن نعمل كذا، هيبقى فيه شويه كلام عن الانرجي سيفنج اوبورتيونيتيز. في الاخر لازم اكون حققت ان انا اكون عندي محدد ايه هو المعدات المهمه والفرص، وحددت لنفسي اوبجكتيفز وتارجتس بيزد على الفرص اللي انا قررت ان انا هنفذها علشان اقدر اوصل بعد كده لمرحله التنفيذ. كلمه انرجي اوديت او انرجي ريفيو دي مهمه، ومحتاجين بس ان احنا نعرف يعني ايه انرجي اوديت، وهي نفس المصطلح كلمه انرجي ريفيو، ان هو زي ما قلنا هي اناليسز للانرجي يوز والانرجي كونسومشن. الانرجي يوز زي ما دكتور احمد قال في الاول هي الاكويبمنت او الاند يوز اوف انرجي، المعده او اللاين او البرودكشن لاين او الحاجه اللي بتستهلك الانرجي، against which بنشوف الايه الكونسومشن بتاعها قد ايه، بحيث ان انا اقدر احدد ايه هي الفرص المتاحه اللي انا اقدر انفذها عليها. بالنسبه للانرجي اوديت في عندنا ثلاث انواع من الانرجي اوديت، في طبعا النوع السيمبل او التايب 1 اللي هو اللي بيبقى بليرمينري بسيط، بيبقى لو كوست، بنخش المصنع مش شرط ان انا يبقى عندي قياسات، بكتفي بالفواتير اللي موجوده، بعمل دراسة نوع من أنواع أن أنا لو هو ما عندوش فكرة عن الموضوع خالص فده يبتدي كده أحمسه أو أدخله في مرحلة أن هو يبقى prepared أن هو يخش للمرحلة الثانية. تايب 2 اللي هو الديتيلد انرجي اوديت، ده بيحصل فيه عمليه ميجرمنت، ببتدي اشوف ايه المعدات اللي انا هقيسها، لو عندي كومبريسور يبقى ممكن اشوف الاير بتاعه، الفلو بتاع الاير، اشوف الكهرباء، المواتير، الحاجات دي، سواء اقيس كلامب امبير او اقيس باور كواليتي انالايزر، نشوف الباور بتاعه ازاي والكواليتي بتاعت الباور عامله ازاي وكونسومشنز عامله ازاي، الكيرفات بتاعت اللود اون لود مثلا بتاع الكمبريسور عامل ازاي، نفس الحكايه لو ستيم ابتدي اشوف، وبناء على القياسات دي، القياسات لوحدها بتطلع لنا فرص لان القياسات بتبتدي تخلي حضرتك تشوف الحاجه اللي ما كنتش شايفها قبل كده، وبنطلع بناء عليها فرص وفيزابيليتي ستادي بسيطه. النوع الثالث اللي هو بيبقى الكومبريهنسيف، ده بيبقى مين لي على سيستم واحد، يعني بيبقى المقصود بيه ان انا بخش اخد السيستم ده، ممكن حد يكون عايز يركب سولار ووتر هيتر فيبتدي يعمل ثيرمال اوديت على الجزء الثيرمال بس، ابتدي اعمل ليه دراسه كامله، او حد عايز يعمل اكستنشن للكومبريس اير سيستم بتاعه وعايز يعرف محتاج كام كومبريسور والديزاين بتاعه عامل ازاي، او عنده لوسز جامده في الكومبريس اير وعايز يعمل القياسات بتاعتها، او على الموتور او على البامب، ده بيبقى فيه ديب بقى قياسات ديب اكتر، لو هي بامبس هيبقى هنعمل البامب كيرف بتاعها، هنشوف البامب الكيرف بتاعها اللي احنا عملناه اجينست الداتا شيت وهل هو مطابق ليه ولا في ديفيشن، فده بيبقى نوع من الديبر انفستيجيشن للسيستم الواحد. طبعا للانبوتس بتاعه الانرجي اوديت بنحتاج طبعا اول حاجه الانرجي بيل، ببتدي اشوف ايه الريليفنت فاريبلز او الفاكتورز اللي بتاثر على الكونسومشن بتاع السيستم ده، ممكن يكون البرودكشن، ممكن يكون الويذر، ممكن يكون عدد العمال اللي موجودين لو بيتغير من وقت للتاني، ففي كذا ريليفنت فاريبل بنبتدي نشوف هل هم ريليفنت ولا لا، وبشوف القياسات بتاعتهم، لو ميترز باخد القياسات بتاعت السبميترز، لازم يكون عندي طبعا ماشين انفنتوري، الاوبريتنج اور بتاع الماشين، اقيس اللود فاكتور بتاع الماشين قد ايه،
لو في previous reports يبقى حاجة كويسة، لو في logs وداتا متجمعة دي ممكن تبقى reference ليا، ببتدي أعرف خصوصا لو مشتغل على system مثلا زي chiller وأنا جاي أعمل له audit مثلا في الشتاء، فأنا أي داتا موجودة من الصيف دي هتبقى reference ليا، لأن أنا مش هيبقى هيبقى يعني مش منطقي إن أنا أعمل قياسات في الشتاء. فاللوجز دي بتبقى مهمة. ده بعض أمثلة للأجهزة اللي احنا بنستعملها: باور كواليتي، كلامب أمبير، ثيرمال كاميرا، ليك ديتكتور، الالتراسونيك فلوميتر بيبقى ممكن يبقى ووتر فلوميتر أو اير فلوميتر أو ليكويد، أي نوع ليكويد احنا بنختاره بيبقى بيقيس الفلو بتاعه. طبعا زي ما قلنا لحضراتكم ان انا لما بيبقى عندي اهم حاجتين inputs للplanning هي الenergy consumption والenergy use، لما بعرف دول بقدر احدد from which ايه هو السيجنيفيكانت energy use، وده مصطلح بنستعمله دايما، يعني اي حد بيشتغل في الطاقه بيبقى عارف انه ايه هو الاس يوز او السيجنيفيكانت energy use، وده بيبقى يا اما largest consumer of energy او اليوزر اللي ليه potential للسيفنج كويس ان انا اقدر اشتغل عليه. بالنسبه للكونسومشن والريليفنت فاريبلز ببتدي اعمل بيز لاين، البيز لاين ممكن يكون سمبل زي ابسولوت فاليو للانوال كونسومشن، ممكن يبقى مور كومبلكس ان هو السبيسيفيك كونسومشن مثلا، او في التليكوميونيكيشن بيستعملوا حاجه اسمها البي او اي اللي هو البرفورمانس يوتيلايزيشن افكتيفنس، في كل سيكتور بيبقى ليهم ريشو بيقيسوا عليهم على اساسه الامبروفمنت بتاعهم، او ممكن يبقى حاجه ريجريشن موديل ان انا ابتدي اعمل ايكويشن واعمل كوريليشن ما بين الكونسومشن والفاريبل اللي بيأثر على الكونسومشن ده، وزي ما قلنا ممكن يبقى البرودكتيفيتي او ممكن يبقى الويذر وممكن يبقى كذا نوع برودكشن، فدي بتبقى يعني حاجات فيها حسابات اكتر. مهم برضو ان احنا نعرف مصطلح اللي هو الانرجي بيرفورمانس انديكيتور او المؤشر اللي انا بقيس نفسي عليه، وطبعا الانديكيتور ده بيبقى المفروض ان انا ما اوصلش بس للتارجت بتاعي، المفروض ان انا ببقى كمان الكونسومشن بتاعي اقل من التارجت. ده اكزامبل للاكشن بلان اللي ممكن نعملها للاوبورتيونيتي للاوبورتيونيتيز بيزد على كل الحاجات اللي احنا عملناها، فببتدي اعمل لها اكشن بلان، بشوف ايه هي سيفنج اوبورتيونيتي، احدد ايه هو الاس يوز اللي عليها او السيجنيفيكانت انرجي يوز، لو في نوت او الثيوري بتاعت الاوبورتيونيتي دي ايه، البيرسنت بتاعت السيفنج قد ايه، كأنوال سيفنج ان ترم اوف ماني يعني ان ترم اوف اي جي بي بيبقى قد ايه، مين اللي مسؤول عن الموضوع، الاكسبكتد ديت اوف امبلمنتيشن قد ايه، لازم طبعا الاوبورتيونتي اعمل لها بريورتيزيشن، ممكن ده يبقى حاجه سيمبل ان انا اعمل رانكينج عادي 1-2 لغاية 5 ان هي التوب بريورتي 1 والاقل بريورتي 5، او بعمل مور كومبلكس بريورتيزيشن واحط كذا فاكتور، الايزنس اوف امبلمنتيشن، الاماونت اوف سيفنج، الكوست، البي باك، واعمل دول كلهم اجمعهم واعمل لهم طريقه للوزن بتاع الاوبورتيونيتي دي. تمام. بعد كده طبعا احنا كده خلصنا البيلر الثاني بتاع الانرجي ريفيو او الانرجي اوديت ان انا او البلاننج كله بروسيس. البيلر الثالث بنتكلم عنه اللي هو الامبلمنتيشن اوف اكشن بلان، واتاكد ان الاكشنز دي اتعملت، ايه الباريرز اللي قدامي، اتطبقت مظبوط ولا لا، ابتدي اعرف ايه هي الكريتيكال اوبريتنج بارامترز واعمل الادجستمنت بتاعها. كريتيكال اوبريتنج بارامتر دي معناها الادجستمنت، يعني لو انت السيستم بتاعك بتاع الاتش باك بتاعك او التكييف بتاعك ادجستد على 22 او خط الانتاج بتاعك مثلا في بعض الصناعات زي
زي الادويه ليهم درجه حراره معينه ما ينفعش ينزل عنها، فده الكريتيكال بتاعه. لو شركه سجاد ودرجه الحراره اللي بيعمل بيها السجاده درجه معينه اقل منها، يبقى هتلزق عليها السجاده درجه الحراره بتاعت الافران. كل دي التوتال ديزولفد سوليد في البويلر في درجات معينه لازم ان هو يبقى مظبوط عنها، البريفنتيف مينتنس والاجراءات الخاصه بالصيانه كلها. البيلر الرابع والاخير اللي اتكلمنا عنه هو الايه، الانرجي بيرفورمانس ايفالويشن. هل انا نفذت الاكشن بلان؟ هل انا الانرجي بيرفورمانس انديكيتورز ادتني ان انا عملت سيفنج وحققت سيفنج ولا لا؟ ايه الترندات اللي عملتها؟ هل انا اكسيدد الاوبجكتيف والتارجت ولا انا يا دوبك حققته، او هل انا ما حققتوش؟ طب ايه السبب ان انا ما حققتوش؟ كل ده المفروض ان هو اعمل له مونيتورنج عشان اتاكد ان انا نفذت صح. بعد كده هنتكلم على الانرجي سيفنج اوبورتيونيتيز. هو انا ممكن اشوف سؤال؟ طيب لو في اسئله انا تحت امركم، بس انا في حاجات. طيب هو في الكيو ان اي حد كاتب هل الشركه مهتمه بالطاقه المتجدده؟ أيوة، يعني احنا بيسأل مهتمين يا فندم طبعا بالطاقة المتجددة، واحنا ارقامنا ما هتبقى موجودة في اخر البرزنتيشن والايميلات بتاعتنا لو حد حابب ان هو يسأل عن اي حاجة او يتواصل معنا. يعني هو دكتور أمين المليجي كاتب، هو واضح ان هو متخصص في مجال الطاقة المتجددة، فبيسأل لو حضراتكم مهتمين عشان يتعاون معاكم. يكون حاجة تشرفنا طبعا لو في حد حابب ان هو يعني لو في حاجة هتناسب المجال اللي احنا شغالين فيه واحنا محتاجين الكفاءة بتاعته، اكيد هيهمنا ان احنا نتواصل معاه طيب في سؤال ونشوف. تاني بيقول I believe that according to AI and industry revolution 4.0 can cover all energy audit review and improvement, so there are any other advances so can use to improve to start from last step. يعني هو حد هنا بيتكلم ان الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة دكتور هتساعد. احمد بقى يشارك فيها دي. دكتور دكتور احمد احمد طبعا هو موضوع هو في الاندستري الموضوع 4.0 هو 4.0 موضوع الساعه يعني زي ما بيقولوا، وما فيش شك ان طبعا هو بيديزاين السيستم والريبوتس اللي هتشتغل في السيستم والسوفت وير والكلام ده كله بيبقى شغال على ايه، على انه يبقى القصه فيها طبعا انرجي افيشنت طبعا. بس هو السؤال كل يوم والتاني في التولز اللي بنستخدمها في الموتورز وفي البامبس في كل التفاصيل التانيه، كل يوم في مور يعني مور انرجي افيشنت ديفايسز موجوده، وبالتالي كل ما هنتكلم ان النهارده عندي موتور اي 4 فور اكزامبل، يعني امبارح كان اي 3، بكره متوقع ان يبقى في اي 5 واي 6 واي 7 انتل وي ريتش يعني 100 يوتيلايزيشن من الباور اللي داخل. وبالتالي احنا بنتكلم يعني القصه بتاعت ايه الجديد بعد الاي اي مع يعني لسه ده كله في علم الغيب، بس في جديد. في جديد. طيب هو انا ممكن يعني اشتغل شويه في المنطقه دي في تطويرات في الطاقه، على الرغم ان في اندستري 4.0 ان انا بستعمل ريبوتس وبستعمل انسون. ممكن ووارد وبيحصل يعني. هو اساسا واحده من الدايمنشنز المهمه اللي بتحطها الثوره الصناعيه الرابعه في وهو بيديزاين السيستم الانرجي طبعا، لان الكوست طبعا مهم يعني. فأنا بشكرك على السؤال الحقيقة. دكتور أحمد هو دي حقيقة فعلا، احنا دايما بيبقى في ريديزاين، حتى انه البروسيس وايز نفسها او الخطوات بتاعت البروسيس نفسها كمان ده يعتبر ديزاين، مش بس الديزاين بتاع المعدة نفسها كمان. فأكيد أكيد بيبقى فيه فرص، وكل حاجة طبعا
زي ما قال دكتور احمد انه كل حاجه بتبقى بالقدر بتاعها. لو احنا من الاول عاملين الميجرز بتاعت الانرجي افشنسي من اول زي ما هنتكلم دلوقتي، فبالتالي هنبتدي نجو ديبر في حاجه ممكن يبقى فيها انفستمنت، ممكن يبقى نغير المعده نفسها، لانه مع الوقت. وده على فكره قابلنا في مصنع من المصانع بتاعت التكستايل، كنا اشتغلناها مع دكتور احمد، كان في معدة وكان فيها جزئين، جزء فيه هيت ريكفري وجزء التاني ما فيهوش هيت ريكفري، وقعدنا النادي انه يا جماعة طب ليه ما نعمل في البارت التاني برضو هيت ريكفري ونستفاد منها. فكل ناقش انه لا مش هينفع ولا مش هينفع، لما دخلنا على الويب سايت بتاع الشركة اللي صنعت المعدة دي نفسها، لقينا ان الفيرجن اللي بعديها نزلت فيها الفكرة بتاعت الهيت ريكفري بتاعت البورت التاني. فبالتالي انه مع كل مع الوقت كل الشركات نفسها بتبتدي تحسن نفسها. ودي بس حاجة برضو حابة ان انا اقولها، انه دايما حتة انه لما يبقى في فكرة عن الانرجي بنلاقي دايما حتة الريزيستنس، انه هل هو انا بهدر، هو انا معنى كده ان انتوا جايين تقولوا لي ان انا مش بعمل شغلي كويس؟ بالعكس تماما، لانه حتى الشركات زي ما بقول لحضرتك انه حتى الشركات نفسها اللي بتبقى مصنعة المعدة نفسها بتطور نفسها من فيرجن لفيرجن تانية، بحيث ان هي تبقى المعدة نفسها مور انرجي افيشنت. تمام. هنتكلم عن بعض الانرجي سيفنج اوبورتيونيتيز او السجيشن بتاع اللي هي ممكن ان احنا نشتغل عليها للسيستم، انه اهم حاجه ان احنا نفكر فيها ان احنا دايما لما بنشتغل على الانرجي بيرفورمانس امبروفمنت، فاحنا بنشتغل على الاول حاجه الفكره اوبورتيونيتيز اللي مش محتاجه انفستمنت، وده الغرض منه حاجات كتيره جدا. الغرض منه اول حاجه ان انا بحاول اعمل اوبتمايزيشن للسيستم، بمعنى ان انا ممكن احط انفستمنت لبي في اللي هي فوتو فولتيك سيستم خلاص، او سولار ووتر هيتر، دي حاجه فيها انفستمنت. ما اقدرش اعمل الخطوه دي غير لما اعمل اوديت الاول واشوف ايه انا بيهدر فين، ايه الفرص اللي تعمل اوبتمايزيشن بحيث ان انا امينيمايز الكونسومشن بتاعه يبقى على قد النيد بتاعته. فبالتالي الانفست اللي هحتاجه للخطوه اللي بعديها هيبقى انفست اقل. كمان ان انا اي اوبورتيونيتي فيها انفست هحتاج انفذها، لازم يكون عندي الاول كالتشر او ناس موجودين عندهم الابروتش بتاع الانرجي افيشنسي والانرجي بيرفورمانس امبروفمنت عشان الانفست ده يديني الايه الانتندد او البلاند اوتكم اللي انا عامله علشانها. كل دي حاجات طبعا عشان كمان التوب مانجمنت يشوف ان انا ماشي اون ذا رايت دايركشن، وان انا ماشي صح، وان انا بقدر احقق سيفنج بلو كوست نو كوست اوبورتيونيتي. فده بيدي الانرجي تيم وبيدي الناس اللي بتشتغل ريلابيليتي او تراست ان هم شغالين كويس، فيبتدي يوافق بعد كده على ان هو يوافق على حته الانفستمنت في الانرجي. اي حاجه بتتعمل مين ليه هيبقى على العنصر البشري لو احنا هنتكلم عنه، يبقى من ناحيه التوب مانجمنت هيبقى كوميتمنت، من ناحيه الستاف هيبقى البيهافير تشينج والتريننج. ده بالنسبه للبيبل زي ما قلنا ان احنا لو هنفوكس على البيرسونال من حته البيهافير، من حته التريننج، من حته الكوميتمنت بتاع الليدرشيب. لو هنتكلم من ناحيه التكنولوجي يبقى لازم اشوف ايه البيست افيلبل تكنولوجيز، البنش مارك العالميه كام والناس وصلت لفين وانا فين، الاوبريشن والمينتنس، وان الديزاين بتاع المعده او البروسيس يبقى انرجي افيشنت. لما بنتكلم على الانرجي افيشنت ديزاين يبقى لو انا ركبت فاريبل سبيد درايف ده هيبقى ديزاين، دي حاجة بتتركب على المواتير عشان تغير السرعة بتاعتها. لو أنا هحط بي في يبقى ديزاين فوتو فولتيك سيستم اللي هو بيولد الكهرباء أو سولار سيستم. لو أنا هحط هغير نوع التكييف بتاعي إن هو يبقى energy efficient ده برضو ديزاين. لو أنا هغير الطريقة بتاعة الهاندلنج بتاع البروسيس ده يعتبر energy efficient ديزاين.
اخر حاجه طبعا اللي احنا بنتكلم عنها ان انا مهم جدا ان انا يكون عندي performance evaluation وداتا analysis وميجرمنت وستاتستكس عشان اتحقق ان انا نفذت as planned وان انا حققته. الفرص بتاعت الانرجي سيفنج اوبورتيونيتيز بتبقى كاتيجورايزد من طبعا زي ما احنا قلنا من اللو كوست نو كوست اوبورتيونيتيز زي البيهافير تشينج او التيرن اوف مانجمنت. نبتدي نزود شويه ان هي تبقى ان انا احط سنسورز او اغير اللمبات للمبات ال اي دي. الانسوليشن وباي ذا واي الانسوليشن ما تعتبرش اوبورتيونيتي وسكوس لان دي اصلا من الحاجات بتاعت الاوبريشنال كنترول والصيانه العاديه المفروض ان هي تتم في المصنع. تاني نخش على الهيت ريكفري انسوليشن اوف فاريبل سبيد درايف اغير الموتور من اي اي 3 من اي اي 2 لاي اي او من غير كلاس اصلا اللي هو اي اي 0 اغيره لاي اي 3 او اي اي 4 وفي طبعا دلوقتي الاتجاه انه بقى هيبقى فيه الاي اي 5. الكومبريسد اير سيستم اوبتمايزيشن اوبورتيونيتيز الموتور سيستم اوبتمايزيشن اوبورتيونيتيز البامب سيستم اوبتمايزيشن اوبورتيونيتيز الاتش فاك كل سيستم ابتدي اركز فيه واشوف ايه الفرص اللي ممكن تتعمل. الفرص بتاعت السيفنج بتبقى من بداية ان انا ببني البيلدينج نفسها ممكن ان انا اعمل الديزاين بتاع البيلدينج الاورينتيشن بتاع البيلدينج السيلينج بتاع البيلدينج نوع الكفر اللي انا هغطي بيه الازاز بتاع البيلدينج ان انا اعمل البيلدينج ليه السطح بتاعه يكون شفاف بحيث ان يبقى فيه اضاءة طبيعية. كل دي حاجات ممكن ان انا اعملها في الاول. بالنسبة للسيستم الهيت والفنتيليشن والاتش باك سيستم كله طبعا بيبقى فيه برضو الفرص الادجستمنت بتاعت التمبريتشر الانسوليشن اساسا التريننج الادجستمنت البوينت المينتننس بتاعه الفلاتر ان هي تتنظف السرعه بتاعت الفانز دي حاجات عمل السيفنج جامد جدا لانه الفانز هنتكلم عن الحاجات دي يعني انه الفانز والبامبس من الحاجات اللي لما بقلب بتنجح جدا مع الفاريبل سبيد درايف. كل دي فرص ممكن تتعمل على الاتش باك. بالنسبه لاي سيستم فيه كومباشن زي البويلر مثلا او بعض الفرنسز يبقى طبعا الصيانه الانسوليشن الاختبارات بتاعتها الكومباشن افشنسي الجاز انالايزر واشوف الكومباشن افشنسي بتاعها عامل ازاي. الاير كونديشننج والريفريجريشن برضو ده يعتبر تبع الاتش باك برضو من الفرص اللي انا بتحكم في التمبريتشر وبتحكم في الفلتر بتاعها او لازم اهتم بالصيانه بتاعه الفلتر بتاعتها والادجستمنت بتاعها والاويرنس بتاعتها. اللايتنج معروف ان انا اغلب الحاجات ان انا بستبدل اللمبات بال اي دي لكن كمان بنبتدي ان احنا ممكن نستغنى عن الاضاءه وفي حاجات دلوقتي تكنولوجيز اللي هي السولار بالبس ودي السولار تيوب ان الاضاءه تبقى بالسولار تيوب لو هو المبنى مش عالي قوي ده نوع من الحاجات يعني بيبقى في فرص كتير جدا للاضاءه بتبقى موجوده غير ان انا الحاجات التراديشن دلوقتي ان انا على طول بتجه لل اي دي بالبس. Compressed air system من الحاجات اللي على طول بيبقى فيها فرص للسيفنج فبالتالي يعني ده لو هنتكلم عنه هنتكلم عنه كتير قوي الليكج اللوسز الانابروبريت يوز الحاجات دي كلها مهمه جدا. الستيم برضو نفس الحاجه يعني قريب من الكومبريسد اير بس ده بيطلع الموتور برضو بيبقى فيه حكاية ان الاوفر سايزنج الافيشنسي بتاعت الموتور الفلو بتاع الفان او البامب اقدر اغيره كل دي من الفرص اللي انا بقدر ان انا اعملها. تحت امركم لو في اي اسئلة. تمام حلو جدا يا دكتورة ما شاء الله شكرا على الشرح الوافي يعني. مرسي لحضرتك ومعلش ان الوقت يعني لا very good example يعني. تحفة ما شاء الله. مرسي لحضرتك. في أسئلة كان في ناس بس رفعت إيديها في سؤال في حد كاتب I believe there are some devices installed in MCC could reduce harmonic and
reactive power. بالضبط. يعني هو في بعض الحاجات اللي هي بتتركب ممكن ان هي تقلل الهارمونكس والرياكتيف باور يعني موجوده بالتاكيد، بس بيبقى سعرها مرتفع شويه، بس فبنحسب الفيزابيليتي هل هي فيزابل ان احنا نركبها ولا لا. فدي حسب الاكويبمنت، يعني في حاجات انا مش عايزه بس اطول، انت عارف حضرتك الافينيتي لو انه في اكويبمنت لو ركبت عليها في اس دي بتعمل لك ريدكشن في الباور باي ذا باور 3 زي البامب وزي الفان، لو الكمبريسور كان اللي هو الروتر كومبريسور فموضوع الفي اس دي مش هيبقى از افيشنت از البامب والفان، فدي بتحتاج ان انا احسب الفيزابيلتي ستادي لو ركبت في اس دي وهعمل حاجه تقلل الهارمونكس هل ده هيبقى feasible ولا لا. Value engineering is this part of energy saving measures or another terminology of energy conservation. ما فيش مشكلة بقى. هو كلامك مظبوط، يعني أنا مش فاهمة هو عايز ده سؤال ولا جواب ولا ده comment، مش عارف. باشمهندس لطفي، فهو يعني في الاخر احنا بنعمل value engineering، بنعمل added value، energy conservation terminology او energy efficiency او energy performance evaluation improvement كله بيصب في نفس المكان. بس هو مصطلح الـ energy performance improvement يعني هو بيستعمل او دارج اكتر من كلمة energy conservation، عشان energy conservation ممكن نقول عليها ان احنا بس بنقلل الاستهلاك، وممكن ده يؤثر على الصناعة او يؤثر على المعدة، لكن بالتالي احنا بنستعمل اكتر دلوقتي الدارج اكتر كلمة energy performance improvement لانها بتتناول المعدة نفسها وبتتناول الافيشنسي وبتتناول اكيد الكونسومشن. تمام. success stories عايزة ويبينار تاني ممكن ان احنا نتكلم عنه في مرة ان شاء الله تانية بإذن الله. حاضر. تخلصت عشان نستخدم طب هو ما شاء الله احنا الوقت وصلنا له، وسلم لنا على الجميل ده، قولي له ايوه خلاص. اوكي. في حد بيقول لك usually in high cost energy saving solution what is the expected ROI؟ حد بيسالك كده. ال rate of return. بص هو كل حاجة يعني بص مثلا depends على البروجكت نفسه وعلى الصناعة وعلى حاجات كتيرة قوي، فما اقدرش ان انا اقول عليها. بس هو الحاجات بتاعت الرينيوبل انرجي بتبقى يعني مش خلينا نقول حتى لو على مستوى الليفل بتاع الباي باك بيبقى مدة اطول، مش زي حاجات تانية بتبقى الريتيرن اوف انفستمنت عليها احسن كتير، يعني حسب نوع الفرص وحسب نوع الانفستمنت وحسب الحاجه. كل opportunity وكل industrial sector وكل حاجه ليها الاستادي بتاعها والفيزابيلتي كامله الاستادي بتتعمل. طب حلو جدا. طيب احنا بنشكرك على نشكر حضرتك، نشكر الدكتور. لو ممكن تكتبوا الميل بتاعكم، طيب الايميلز. حاضر. طيب هاخدها كوبي كده من البرزنتيشن. ينفعك تحط الارقام الموبايل ولا الايميل بس؟ زي ما انت عايزه. انا حطيت ايميل دكتور احمد، هو انجير احمد سلطان @gmail.com. بالظبط كده. اوكي. حضرتك حابه تحطي بقى اللي انت عايزاه، يعني حابين تحطي ارقامكم والحاجات دي؟ هحطه هنا لكله في الشات. everyone في الشات ولا احطه فين؟ في الشات. في الشات. طيب كده وصل الشات للناس كلها. بس ايميل حضرتك برضو حسناء حاتم @yahoo.com ده ايميلي، ودكتور احمد، ودول الموبايل نمبرز. تمام. طيب طبعا احنا كل الناس بتشكركم، ثانك يو بيج تايم على وقتكم وعلى شيرنج النوليدج والكواليتي اوف انفورميشن.
شكرا يا دكتورة، شكرا على شكرا. معلومات التواصل. أنا بشكر دكتور أحمد جدا على الفرصة دي، إن هو يعني يعني هو طبعا دكتور أحمد هو أستاذنا كلنا يعني، فأنا بشكره مرتين، هو اللي احنا كلنا بننسباير منه النوليدج، وبشكره الفرصة دي إن أنا تعرفت بحضرتك وإن أنا شاركت مع دكتور أحمد في الويبينار ده حقيقي. العفو يا دكتورة، تشرف ليا وتشرف، وشكرا يا دكتورة يا باشمهندس شيرين على الفرصة السعيدة، وبشكر حضراتكم جميعا على الوقت، واستمتعت والله يا دكتورة باللي حضرتك بتقوليه، استمتعت بجد يعني، وبشكرك تاني. استمتعت بيا ومتشكرين يا دكتور، ده سعادتك يعني أستاذنا كلنا، شكرا. طيب أنا حطيت أرقام التليفونات لو حابين إن أنا أحطه تاني، مش عارفة، ده كل هي الأرقام الانفورميشن ظهرت بتاعتي، تمام، بالأرقام. هي ظهرت خلاص كده، تمام، دي ميرسي جدا، وتحياتنا متفقين، للمستر تمام. اللي دخل ده، خليه يسلم علينا برضو، يطلع معانا لايف في الويبينار، بنحييه. مين؟ اه ابني العفو يا فندم، سلم لنا عليه. تسلمي، كلك ذوق، شكرا لحضرتك، قال انا خدت كل الميجرز بس يعني خلاص. لا لا بالعكس، احنا في ناس احيانا بتطلع عادي يعني، بتطلع اولادها، ما احنا بنبقى فرحانين بيهم، ميرسي لحضرتك جدا، الفيوتشر بتاعنا يعني، احنا بنعتذر ان احنا خدناكي من ابنك يعني، وعطلناكي في الويك اند. اوكي، تحت أمرك، ميرسي لحضرتك، شكرا لكل اللي حضروا معانا، وثانك يو بيج تايم يا دكتور، ثانك يو جدا يا دكتورة، وبنشكركم وبنشكركم على كل حاجة انتوا يعني عملتوها. شكرا شكرا، السلام عليكم. شكرا، السلام عليكم، ميرسي خالص.